كلب روتويلر بلونه الأسود والعلامات النحاسية فوق عينيه. يصنف هذا الكلب من كلاب الحراسة، وترجع أصوله إلى سلالات كلاب الماسيف من السلالات الرومانية القديمة التي كانت ترافق الجيش الروماني لحراسة مخيماتهم ورعي الماشية في جبال الألب. سلالة كلاب روتويلر تعتبر كلاب ألمانية الأصل، حيث سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة روتويلر الألمانية والتي تعني الأسقف الحمراء. تتمتع هذه السلالة بصفات بطولية خاصة، فهي كانت تستخدم في الرعي وجذب العربات المحملة بالأدوات الزراعية، لذلك ستلاحظ تمتع كلاب روتويلر بصدر عضلي عريض وأكتاف قوية وجسد ثابت على الأرض. وعندما يتحرك ستلاحظ كذلك الصلابة والقوة والرشاقة التي يتمتع بها. لكن بالرغم من قوته الكبيرة، فهو يمتلك وجها هادئا واثقا، وعينان بنيتان اللون تعكس الصفاء والهدوء والثقة. كما تعكس اليقظة وعدم الخوف من الغرباء والقدرة الدائمة على المبادرة إذا احتاج الأمر.